تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. وزارتان لحرب الفضاء، عالم في خطر. الرئيس ترامب قال أول ما وصل للسلطة إنه هيأسس فرع جديد داخل القوات المسلحة الأمريكية. الفرع ده أو السلاح الجديد المستقل داخل الجيش الأمريكي هيبقى سلاح الفضاء أو القوات الفضائية. الجيش الأمريكي 5 فروع: القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية، زي أي بلد في العالم. يضاف إلى ذلك مشاة البحرية اللي هم المارينز، ويضاف إلى ذلك أيضا السلاح الخامس خفر السواحل اللي هو حرس الحدود. يبقى قوات برية، جوية، بحرية، مارينز، خفر سواحل. أضاف الرئيس ترامب إليهم لأول مرة في تاريخ الجيش الأمريكي القوات الفضائية. البعض كان تقديره زي وزير الدفاع ماتيس إنه القوات الجوية تبقى قوات جوية وفضائية، لأن تأسيس فرع مستقل للقوات الفضائية قد يضعف القوات الجوية، إلا إنه الاتجاه انتهى على تأسيس القوات الفضائية الأمريكية كفرع مستقل داخل القوات المسلحة الأمريكية. وزير الدفاع ماتيس اتكلم في البنتاغون، قال ده يوم تاريخي بنعلن فيه تأسيس القوات الفضائية الأمريكية، وإنه بيتكلم مع نائب الرئيس مايك بنس اللي قال إنه بناء على أمر الرئيس إحنا بنؤسس القوات الفضائية الأمريكية. طبعا ده شيء مبهر جدا جدا، إنما هذا الإبهار سرعان ما ردت عليه روسيا. السفارة الروسية في واشنطن جت عاملة تغريدة على تويتر، نزلت صورة وشعار القوات الفضائية الروسية، وقالوا جملة واحدة: القوات الفضائية الروسية صباح الخير. هم عايزين يقولوا للأمريكان إحنا سابقينكم بالقوات الفضائية الروسية منذ سنوات، وإذا دلوقتي بتشكلوا قوات فضائية علشان عسكرة الفضاء، إحنا أصلا موجودين في الفضاء وعندنا سلاح مستقل هو القوات الفضائية الروسية. ما دلالة هذا القرار للرئيس ترامب إن في فرع سادس في القوات المسلحة الأمريكية؟ نمرة 1: الهيمنة. الرئيس ترامب بيقول إحنا موجودين في الفضاء، لكن وجودنا في الفضاء ملوش معنى كبير ما لم نهيمن على الفضاء. السيادة لنا، القوة لنا، الهيمنة لنا، مش بس الوجود في الفضاء، ده كان زمان، دلوقتي السيطرة والهيمنة على الفضاء. فالقوات الفضائية الأمريكية السلاح الجديد ده هيؤدي إلى الهيمنة الأمريكية على الفضاء. نمرة 2: ميدان قتال جديد. دايما كلنا عارفين كل الحروب السابقة والحالية هي حروب إما على الأرض وإما في الماء أو تحت الماء، يعني على سطح الماء أو تحت الماء، سفن أو غواصات، يعني حرب بحرية أو حرب برية أو حرب جوية. إنما الجديد إنه حرب فضائية، إنه هتبقى الأسلحة خارج نطاق القوات الجوية وخارج حدود القوات الجوية. ده ميدان جديد للقتال. وزير الدفاع ماتيس قال إنه ده ميدان جديد للقتال، عشان كده عملنا قيادة قتالية جديدة لهذه الساحة الجديدة للمعارك العسكرية القادمة. نمرة 3: ده جزء من سباق الفضاء سلما وأيضا من الناحية العسكرية، يعني السباق السلمي والسباق العسكري. لأنه حتى السباق السلمي الأمريكان بقالهم عقود طويلة ما رجعوش القمر مرة تانية، هم أول ناس نزلوا على القمر. الروس بيشككوا، إنما دي الرواية الرسمية في العالم كله، أن الأمريكان كانوا على القمر منذ عقود لكنهم لم يعودوا. الرئيس ترامب بيقول نرجع القمر تاني، ودلوقتي تبقى في رحلة مأهولة، يعني فيها بشر، فيها رواد فضاء هيروحوا القمر. في نفس الوقت الروس بيقولوا إن احنا هنعمل قاعدة على القمر، وكمان قاعدة قرب القمر، ومنها نطلع على المريخ. فدخلنا دلوقتي في سباق رهيب جدا، سواء مدني في العلم والتكنولوجيا أو عسكري في الصواريخ بعيدة المدى واحتمالات نشوب حرب جزء منها سيكون عند الغلاف الجوي. والنقطة الأخيرة: الإيديولوجيا
اللي بيعتنقها الرئيس ترامب في هذا الصدد، او العقيده العسكريه للرئيس ترامب، انه في جزئين اساسيين في اي حرب قادمه. اي حرب قادمه فيها حرب الكترونيه دي اللي هتحسم، وحرب فضائيه دي اللي هتحسم. انما بقى المعارك الاخرى مش حاسمه. انما اللي هيحسم مع الروس او الصينيين او مع اي خصم في المستقبل من يملك الحرب الفضائيه، من يملك الحرب الالكترونيه، من يقدر يشتغل على اسلحه الليزر، من يخش على اسلحه التوجيه ويعمل فيه عطب، من يوقف الملاحه الدوليه، من يسقط اقمار صناعيه، من يقطع الانترنت عن العالم، مين يقدر يشوش على كل الأهداف، الذي سينتصر في الحرب الإلكترونية، الذي سينتصر في الحرب الفضائية، هو من ينتصر في الحرب العالمية القادمة. إذن تقدير الرئيس ترامب وكذلك الرئيس بوتين وكذلك آخرين كتير من المثقفين والمحللين، إن الحرب القادمة فيها شقين أساسيين مش ممكن تنجح إلا بامتياز في المادتين دول، الحرب الإلكترونية والحرب الفضائية. وقد بدأت أمريكا سلاحا مستقلا للحرب الفضائية وسبقتها روسيا، وبين الاثنتين حرب إلكترونية يتابعها العالم عن كثب منذ قليل أو كثير. العالم كله في قلق، والعالم كله ممكن نجد نفسه مدفوع إلى حرب كبرى قد تستخدم فيها الحرب الفضائية أو الحرب الإلكترونية، وقد يكون ذلك تمهيدا لحرب عالمية أو في قلب الحرب العالمية الثالثة لا قدر الله. في توضيح ما ذهبنا إليه من تحليل، هنشوف مقطعين فيديو، الأولاني للجيش الأمريكي والتاني للجيش الروسي. المقطع الأول للجيش الأمريكي بيختبر قدرة ترسانة نووية فيها صاروخ عابر للقارات قادر على دخول حرب فضائية. ده كان مقطع من أمريكا. المقطع التالي من روسيا من كابين الطيار، مشهد تدريبات على حرب فضائية. أمريكا والصين متى تنطلق الصواريخ؟ البعض بيتكلم عن الحرب التجارية الكبرى بين الصين وأمريكا، لكن البعض بيقول إنه ما تتوقعوش تستمر أي حرب تجارية حرب تجارية، تبدأ حرب اقتصادية وتنتهي حرب حقيقية عسكرية. يبدأ الأمر في أسواق المال أو الجمارك أو الميزان في المعاملات الخارجية، وينتهي الأمر في جبهات القتال. المحللين بيقولوا إنه أي صراع اقتصادي إذا ما وقفش في النهاية عند حد، قد يؤدي هذا الصراع الاقتصادي إلى صراع عسكري، حتى لو الأطراف نفسها المتصارعة مش عايزة تدخل في حرب، إنما الحرب الاقتصادية بطبيعتها وضغوطها قد تؤدي إلى حرب عسكرية. الصين وأمريكا هما عملاقة اقتصاد اليوم، أكبر اقتصاد في العالم أمريكا، تاني أكبر اقتصاد في العالم الصين، بعد شوية هيكون أكبر اقتصاد في العالم الصين، تاني اقتصاد أمريكا. في كل الأحوال دول الاتنين الكبار في اقتصاد العالم، الاتنين حسب CNN بيخوضوا أكبر حرب تجارية في التاريخ، حرب تريليونية، بنتكلم على قرابة تريليون دولار التلويح أو بالفعل تم فرض عقوبات بشأنها، اللي هي الجمارك اللي بيعملها الرئيس ترامب كل شوية على كم مليار، والصينيين بيردوا أيضا. ومؤخرا الصينيين فرضوا رسوم إغراق على المطاط الصناعي، واللي من شأنه كمان أن يهدد جزء من صناعة المطاط في أمريكا. يبقى إذن الأمريكان بياخدوا قرارات، الصينيين بيردوا بقرارات، بنتكلم على حرب تريليونية ووصفت بأنها أكبر حرب تجارية في التاريخ. إنما هذه الحرب التجارية إذا استمرت كذلك يمكن أن تؤدي إلى حرب عسكرية. ليه؟ لأن بقالنا عقود طويلة، عشرات السنين، العلاقة مستقرة جدا وقوية بين العملاقين، بين أمريكا وبين الصين، علاقات ثقافية وعلاقات أكاديمية وعلاقات فنية وسفر هنا وسفر هنا ولوبيهات ضغط هنا وهنا ومصالح متبادلة وفلوس طالعة وفلوس نازلة، فالدنيا ماشية بين القوتين دول بشكل ممتاز بقالهم عشرات السنين. دلوقتي بالحرب التجارية ما استقرت عليه العلاقات بين بكين وواشنطن بدأ في التغير، وبالتالي الاستقرار في العلاقات تحول إلى عدم استقرار.
طيب في ظل الاستقرار كان في اقتصاد وفي علاقة قوية جدا. طيب في ظل بقى عدم الاستقرار الذي بدأ، البعض بيقول يبدو في البداية أنه عادي، لكن ممكن عدم الاستقرار ينتهي إلى حرب، هكذا يقول البعض في تحليل ما يجري. الأمريكان بيقولوا أن الصين بتخوض حرب باردة ضد أمريكا، وأن هي أصلا عايزة تلغي النظام الاقتصادي العالمي وتؤسس نظام اقتصادي عالمي جديد. فالأمريكان بيقولوا أن الصين بتحاول تزيح أمريكا تماما وتحكم هي النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وإنه طريق واحد حزام واحد اللي الاستراتيجية الرئيسية في الصين، إذا تم الحزام الواحد ده والطريق الواحد ده معناه إنه أمريكا تغادر عرشها في حكم الاقتصاد العالمي، وإنه يبقى في نظام اقتصاد عالمي جديد تقوده الصين. الصين بتقول لأ، إحنا بنسعى للعدالة في العلاقات الدولية، بنسعى لحماية مصالحنا، لكن حروب القرن 19 والعشرين اللي يتفوق أو يتغني شوية يحتل أو يكون إمبريالي مش هيحصل معانا، مش هنكون قوة إمبريالية. لكن هنا بقى الخطر، إذا استمرت الصين في هذه القوة، إذا أمريكا شعرت أنها ممكن تغادر مركزها، ده اللي ممكن يؤدي إلى حرب ساخنة وليس مجرد حرب باردة أو خلافات بين بكين وبين موسكو. ده اللي خلى بين بكين وبين واشنطن، ده اللي خلى صحف روسية تطلع وتقول إنه هل يمكن أن يطلق الرصاص بالفعل بين بكين وبين واشنطن؟ هل ممكن نشهد حرب رغم أن الكل مستبعدها؟ لكن هل وارد اللي بيشوفه بأفق استراتيجي أن يكون في حرب قادمة، حرب حقيقية بالسلاح بين الصين وبين أمريكا؟ البعض يقول أن احتمالات ذلك تزيد. الصينيين بيستعدوا اقتصاديا بقوة، يعني دلوقتي بيفوتوش حاجة، تعمل عقاب على الصينيين في بعض الأمور الاقتصادية بيردوا بعقاب موازي، تفرض رسوم بيفرضوا رسوم، ومؤخرا عملوا رسوم الإغراق على المطاط الصناعي، وشركة إكسون موبيل بقى عندها أضرار كبيرة نتيجة قرارات الصين وشركات أخرى في أمريكا وأوروبا. يبقى الصين الهادئة بتاعت زمان لم تعد، اللي هيفرض عقوبات هتفرض عليه عقوبات، واللي ياخد قرارات هيواجه بقرارات مضادة، وده كمان ممكن يساعد في لا قدر الله في المستقبل إشعال الأزمة، ويبقى في حرب حقيقية خطيرة على الإنسانية المعاصرة. نمرة اتنين، الصين قلنا في نمرة واحد تستعد اقتصاديا وبتتعامل بقوة، نمرة اتنين تستعد عسكريا. الصين دلوقتي موجودة بقوة في بحر الصين الجنوبي. بحر الصين الجنوبي ده بحر كبير جدا، إنما الصين مسيطرة على أكثر من 3 مليون كيلومتر مربع في هذا البحر، يعني أضعاف مساحة مصر من هذا البحر. البحر ده تحتيه ثروات طائلة، غاز، بترول، وثروات طائلة أخرى، وفي صراع على الثروة في هذا المكان. الصين بتقول إن أغلب بحر الصين الجنوبي لها، وبدأت تردم في بحر الصين الجنوبي، وكل منطقة بتردم فيها بتعمل جزيرة صناعية هي حاملة طائرات، لكن لا يمكن إغراقها لأن هي جزيرة صناعية موجودة في بحر الصين الجنوبي. أمريكا بتحتاج، الفلبين بتحتاج، بروناي بتحتاج، دول أخرى بتحتاج، إنما الصين ماضية في هذا الأمر، إن هي بتستعد لاحتمالات صراع في بحر الصين الجنوبي. الأمريكان بيقولوا لأ، في حرية ملاحة، وده مش بحر الصين، مش بحر ملك للصين، اسمه بحر الصين لكنه مش بحر الصين بمعنى الملكية، وإن من حق أي بلد إنها تعبر في هذا البحر، وكل شوية سفينة عسكرية تروح والصينيين يحتجوا. مراكز دراسات بتقول إن الحرب الاقتصادية ممكن تتحول لحرب عسكرية في إذا احتمالين كبار. بحر الصين الجنوبي اللي فيه ثروات طائلة وفيه تريليونات بتعدي كل يوم، كل يوم من هذا البحر بتعدي تريليونات الدولارات، أرقام ضخمة جدا طلع من هذا البحر حول العالم. لو حصل أي توتر عسكري هناك ممكن يؤدي إلى حرب ويطلق الرصاص من بكين أو يطلق من واشنطن. الأمر الثاني، في جزر متنازع عليها،
بين اليابان وبين الصين، واليابان بتديها اسم ياباني والصين بتديها اسم صيني. وهذه الجزر ممكن تكون أساس لنشوب حرب بين الدولتين، إن ممكن الصين تشتبك بطريق الخطأ فالأمريكان يقفوا مع اليابانيين وبالتالي تبدأ الحرب في هذه المنطقة الخطيرة من العالم. يبقى إذن أي حرب تجارية خطرها أنها ممكن تتحول إلى حرب عسكرية. الاتنين الكبار شايفين الموضوع إزاي؟ الصينيين بيقولوا إحنا قابلين حسن نية وقلنا الأمريكان تعالوا نتحالف عبر المحيط الهادي ونعمل سوق مشتركة أو نعمل شراكة عبر الهادي، يبقى إحنا ومعنا الروس والهنود نتحالف معاك ويبقى في شراكة عبر المحيط الهادي. إنما الأمريكان راحوا وعملوا الشراكة عبر المحيط الأطلسي، وبالتالي كان لازم نفكر في بديل، فالبديل كان اللي هو الطريق أو الحزام اللي هو يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الصيني في المستقبل. لو الأمريكان حسوا إن هم بره المحيط الهادي وبره المحيط الهندي وبقاش ليهم إلى المحيط الأطلنطي، في هذه الحالة ممكن الحرب تنشب، لأن مش معقولة أمريكا بهذه القوة تبقى بقى الصين سيدة المحيطات، ويبقى في هذه الحالة أمريكا تتراجع في نفوذها في العالم بعد تراجع نفوذها في المحيط الهندي وفي المحيط الهادي. على الخريطة أو ما يشبه الخريطة، يعني بشكل تقريبي عشان نعرف ما الذي يجري في هذا المكان الخطر في العالم حتى لا تنطلق الصواريخ، أو نعرف اتجاه الصواريخ لو انطلقت. هنا هنقول الصين، وادي هنا بحر الصين الجنوبي، هنا الصين وهنا أوروبا وهنا أمريكا، يبقى دي الصين ادي أوروبا ادي أمريكا. بين أوروبا وأمريكا ده اسمه ايه؟ المحيط الأطلنطي، وهنا ده اسمه ايه؟ المحيط الهادي. احنا اللي يهمنا هنا المحيطات، هنشرح المحيطات. وهنا المحيط الهندي، يبقى دي هنا المحيط الهندي اهو، ده المحيط الهندي، كان طبعا كلام تقريبي. وهنا المحيط الأطلنطي وهنا المحيط الهادي، وهنا ادي الصين. الصين بتقول احنا قلنا للامريكان، ادي الامريكان هنا الصينيين هنا، نتحالف عبر الهادي. الهادي طبعا احنا عارفين ان الارض كروية، يعني الارض كده، فلما نلف الارض كده يبقى دي امريكا هيت والصين هذه الناحية، يبقى دي امريكا وادي الصين، بينهم المحيط الهادي. فهم عايزين عبر المحيط الهادي يبقى في شراكة، يبقى دي الصين هنا ويبقى دي امريكا هنا عبر الهادي. الامريكان موافقوش، وانما بقوا عبر الاطلنطي هم والاوروبيين عبر الاطلنطي. يبقى الصينيين كانوا عايزين عبر الهادي، انما الامريكان قالوا لا عبر الاطلنطي. فالصينيين قالوا طب خلاص يبقى نعمل ايه؟ الحزام الواحد. الحزام الواحد ببساطة، وتحدثنا عن ذلك من قبل وسنعود اليه ان شاء الله لاحقا، بده بشكل تقريبي، ادي الصين اقتصاد اسطوري. الصين بقى بتلف لفة كبيرة جدا جدا من هنا عشان تيجي ناحيتنا بقى قناة السويس وتخش على اوروبا وافريقيا والعالم. الحزام الواحد ده جزء منه، لو قلنا مثلا هنا باكستان وهنا ادي المحيط الهندي، هنا ميناء اسمه جوادر هنسمع عنه في المستقبل، اهم ميناء في العالم اذا استمرت الامور كده، اهم ميناء في العالم في المستقبل هو جوادر اللي هو هنا. الصين بقى هنا، الصين هنا شمالا، ادي الصين اهيت بتشتغل هنا على قوة صناعية عملاقة، هتمشي بطريق من هنا ينزل جوادر، ده اسمه الحزام الواحد، 65 مليار دولار، سكة حديد وعربيات وكل حاجة، يتنقل الصناعة من هنا لهنا تلف كده، بدل ما بتلف بقى اللفة الكبيرة دي، لأن هنا بحر الصين الجنوبي، لو الأمريكان حاربوا هنا الصين تبقى مخنوقة، تتصرف ازاي؟ الصينيين عشان لو حصل ده هنا فهم اشتغلوا على ميناء جوادر ده اللي هو الباكستاني، ان هم يجوا بهذه الطريقة، وهم من هذه الطريقة لو الصين هيبقى المنطقة دي منطقة متطورة كلها اللي هي غرب باكستان بناء على ذلك،
من ميناء جوادر بقى اول دخله في الاتجاه ده مضيق هرمز، وهنا في تعامل مع دوله الكويت الشقيقه. تاني دخله يبقى قناه السويس، في الوش يبقى جيبوتي، اكبر قاعده عسكريه صينيه في العالم في جيبوتي. فشوف بقى الصينيين، يبقى الصينيين ادي الصين، يبقى الصينيين من ميناء جوادر هنا اهوت، وبحر الصين الجنوبي هنا، من هنا بيتحركوا. قلنا اول لفه هيخش يبقى عنده هرمز، مضيق هرمز، والمنطقه تاني لفه يبقى دي قناه السويس ثم اوروبا، ومن هنا يروح على جيبوتي ثم افريقيا كلها الناحيه دي. هنا اكبر قاعده عسكريه في جيبوتي، هنا ميناء ضخم جدا كبير هو جوادر، هنا بحر الصين الجنوبي. لو الامريكان عملوا اكس هنا هم يشتغلوا في هذا الطريق. ده جزء من الحزام الواحد اللي امريكا بتقول ان هو نظام اقتصادي عالمي بديل، اللي هو اهم شيء في العالم اليوم اقتصاديا. ما ينفعش طالب اقتصاد او باحث اقتصاد ما يعرفش الحزام الواحد او الطريق الواحد او الصراع الاقتصادي بين الصين وبين امريكا، لان ده اللي هيحدد شكل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. الامريكان موجودين بقوه، كل شويه سفن عسكريه رايحه جايه في بحر الصين الجنوبي، لكن برضه كل شويه في مناورات للاسطول الصيني في بحر الصين الجنوبي. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.